اهلا وسهلا مشاهدينا الكرام، مشاهدي انفاس بريس. ضمن حلقه جديده من برنامج ضيف انفاس بريس. ضيف انفاس بريس، والمناسبه هي عيد الاضحى. دائما في مثل هذه المناسبه الدينيه يتجدد النقاش حول سلامه القطيع والصحه العامه للمواطنين. لمناقشه هذا الموضوع معنا الدكتور بدر الطنشري الوزاني، رئيس الهيئه الوطنيه للاطباء البياطره، وسوف نناقش معه مختلف الامور التي تتعلق بسلامه القطيع. دكتور بدر، اهلا وسهلا ومرحبا بك. شكرا بدر الطنشري، يعني دائما في اطار الاستعدادات والتحضير لعيد الاضحى نستضيفك باعتبارك رئيس الهيئه الوطنيه للاطباء البياطره. اولا نبغيو نعرفوا الدور ديال الهيئه في اطار مراقبه القطيع وسلامه القطيع وايضا صحه المواطنين. كما تعرفوا الهيئه هي مكونه من جميع الاطباء اللي تزاولوا في المغرب، يا في القطاع العام يا في القطاع الخاص. الاعداد المعروفه هي 1200 تقريبا ديال الطبيب القطاع الخاص متواجدين في جميع ربوع المملكه المغربيه، و500 الاطباء ديال القطاع العام هما اللي تيأتوا المصالح البيطريه ديال لونسا ولا ديال الجماعات المحليه. الدور ديالنا هو تيتمثل ماشي فقط في هذه الاوبيراسيون ديال العيد، ولكن في مراقبه جميع سلاسل الانتاج ديال اللحم ديال الدجاج ديال البيض ديال الحليب، كذلك في مراقبه الصحه العامه، لان كما تنعرفوا دابا الكونسيبت الجديد اللي هو صحه واحده بحال الحيوان بحال الانسان. وخير دليل هو هذا المرض الاخير اللي جا ديال الكوفيد، اللي جا من اللي شوف سوغي من الحيوانات في الانطلاقه ديالو. إذا الدور ديالنا تيتجلى في محاربة الأوبئة بصفة عامة. عندنا واحد الإكسبرتيز حنا معروفين لأن تنجيريو لي تخوبو التكتلات ديال الحيوانات، عندنا اللي تيخدمو في الحيوانات الأليفة اللي تيكون واحد ولا جوج، ولكن عندنا أطباء اللي تيخدمو في قطع كبيرة ديال الأغنام ولا ديال الأبقار ولا ديال الدجاج اللي تيديرو لا جيستيون دو تخوبو. فيما يخص العيد الأضحى، وحنا في هذه المناسبة قابلين على ابواب الاحتفال جميع المواطنات والمواطنين بعيد الاضحى، تنقوموا الدور ديالنا تيبدا من سنه قبل عيد الاضحى. اذا هو دور مستمر، تبدا اولا بمواكبه القطيع ديال الامهات والاباء اللي تيولدوا لنا ذاك الخرفان ديال العيد. تنبداو من تماك، كاين واحد المراقبه في العمل ديالنا اليومي مع الكسابه. كما قلت سابقا حنا تتواجدوا في جميع المناطق، في الجبال، في المناطق البعيده ديال المغرب، ولا في الحضائر ديال المدن. اذا تنقوموا اولا بالدور ديال التاطير ديال هذه الفلاحه، تعطوهم نصائح من حيث الماكله اللي غيستعملوا، كيفاش يربيو داك الحيوانات ديالهم، كيفاش يتعايشوا مع داك الحيوان، شنو هي الماكله اللي خاصهم يعطيوهم، فوقاش يعطيو الماء، فوقاش خاصهم يداوى، فوقاش خاصهم التلقيحات. زياده على هذا، في هذاك العلاقه اللي عندنا مع الفلاح، الاطباء ديالنا تيقدوا يعرفوا متى يكون شي مرض معدي. متى يكون شي مرض معدي تتكون عندنا حملات ديال التلقيح مع مكتب وطني للسلامه الصحيه، وتشرف عليها وتقوموا بها الاطباء الخواص. ما تقوموا بها بحال دابا 2021 ما كانش شي حمله ديال التلقيح ضد الاغنام، لان ما كان لا وباء لا والو. كانت الحمد لله الصحه يعني الحيوانيه. ممكن نقول بانه الصحه الحيوانيه ديال هذه السنه هذه متميزه ولا بسال يعني مطمئنه؟ بالفعل هذه السنه ديال 2021 الصحه ديال الكسيبه مطمئنه، لان كنا درنا واحد حمله التلقيح ديال الاغنام والماعز كانت دارت في 2020، وهاد السنة 2021 كما تتعرفوا عرفت واحد التساقطات مطرية مهمة وجات متفرقة في السنة. هذيك التفرق ديالها في السنة عطاتنا بأن كان واحد الكلاء، اللي جعل أن حتى الحيوانات كان عندهم إتكال من بعد سنة ديال الجفاف اللي كان ساعتين 2020 و 2019. هاد السنة 2021 استبشرنا بها خير، والحمد لله الصحة مزيانة الحمد لله. يعني كنتكلموا على ربط الصحة بالكلاء والوفرة ديال الأعشاب، البعض كيتخوف دائما من هاد التلقيح من هاد الأدوية المصنعة، مثلا نموذج ديال الدردك، وأنتم في بلاغكم الأخير حذرتوا ونبهتوا الكسابة أنهم ما يمشوش لهاد الأدوية المصنعة. شنو هو الدور ديالكم في المراقبة ديال هاد الأمر هذا؟ بالفعل، لأن هي تستعمل هاد الأدوية اللي تتكون ماشي ما عندهاش رخصة ديال البيع للحيوانات، تتكون هي عملية غش. والأطباء ديالنا ديال القطاع العام هما شرطة بوليس جوديسيير، شرطة قضائية. ملي تنلاحظوا شي حالة ديال الغش، وتلاحظوا بان شي كساب بعض ماشي كلشي ولكن ولا كان شي واحد ولا جوج بدا هذه العمليه ديال الغش، تيقوموا هذوك الاطباء ديالنا ديال المكتب الوطني للسلامه الصحيه بتحضير محضر وتيصيفطوه نيشان للوكيل الملك. اللي قمنا في المراقبه هو ان كما تتعرفوا عمليه الانتاج باش تبدا ديال الاضحيه، تتبدا اولا تنطلبوا من الكسابه ديالنا يمشيو تيتسجلوا بانه كساب،
باش نعرفوا هاد السيد هذا وتنعرفوا المنطقه ديالو والدوار ديالو والدار ديالو بالنما هاد البطاقه الوطنيه والعدد ديال الكسيبه اللي غادي يدير. هذيك عدد الكسيبه اللي غادي يدير تيصيفطوا من بعد المكتب الوطني للسلامه الصحيه، تيصيفطوا الناس اللي غيديروا لهم داك الحلقه، حلقه الصفراء اللي تيعرفوها كاع دابا المواطنين دابا 3 سنين، فيها عيد الاضحى وفيها النجمه ديال المملكه المغربيه وواحد رقم 3 السوري. هذيك التعريف ديال الضيع زائد وضع الحلقه تجعلنا ان تنعرفوا هذاك الخوف، ولا كان واكل فيه شي حاجه الغش، ولا كان غش فيه الكساب، ولا غش فيه شي واحد، تنعرفوا بان هذاك الخوف تربى في المنطقه الفلانيه عند كساب فلان. دونك قد نرجعوا ليه باش نعرفوا هذا السيد هذا اللي غش. السيد عنده مثلا 100 ديال الخفان، وقعت حاله ديال مرض ما كاين مشكل، وقعت 5 6 8 10، اذا السيد عنده مشكل هو. دونك تيرجعوا المصالح البيطريه ديالنا، تيرجعوا لذاك السيد، لان عندنا اوجيست، عندنا الضيعه، وعندنا الحلقات الاذن التسلسليه، تنرجعوا ليه باش نعرفوا شنو هي طريقه الغش بالتحاليل بهذا، ولا لقيناه بان قام شي عمليه ديال الغش هو لابد غادي. نعم. بالنسبه للعدد يعني تقريبا عندنا واحد 1250 طبيب بيطري في القطاع العام، وواحد 500 في القطاع، يعني العكس 1200 طبيب بيطري في الخاص وواحد 500 في القطاع العام، واش هذا العدد كافي من البيطري من اجل تامين السلامه الحيوانيه؟ كافي علاش كافي؟ لان كما قلت في الاول ديال النقاش ديالنا، هو ان الطبيب البيطري هو تيعمل بالتأطير الجماعي للحيوانات، ما تنديروش بحال دابا الخوف، ما تنديروش تأطير كل خوف بوحده، ولكن تأطير ديال ذاك الخفان اللي عند السيد في الضيعه، لان دواء هو تتعطى دواء جماعي، تلقيح جماعي، ما تنعزلوش شي واحد اللي غادي نداو الا حاله مرض. دونك هذيك الخبره اللي عندنا في التأطير الجماعي ديال الحيوانات، تنسميوها حنا لا ميديسين دو جروب، تجعلنا ان العدد كافي. زياده على هذا، وكما تعرفوا كاين مناطق كثيره في المغرب اللي ما فيهاش انتاج حيواني. الانتاج الحيواني هو مركز اللي بغينا نقولوا من اكادير حتى القنيطره، وكاين بني ملال، وكاين سطات، وكاين لا ريجون ديال فاس مكناس، المحاضر الكبرى وهي اللي فاتك تول بزاف ديال الاطباء البيطريه. كاين ناس اخرين اللي كاينين في مناطق اخرين، ملي تتكون داك الحملات التلقيحيه ديال انت تتدى المكتب السلامه الصحيه باش تعمم على المغرب، تيمشيو اطباء من مناطق اخرين تيخدموا في المناطق الجبليه ولا في مناطق اخرين باش يديروا داك عمليه التلقيح. عمليه التلقيح واش فقط موكول البيطره ولا حتى التقنين؟ حيت هذا اشكال كانت تطرح واحد لا الوقت. هي على حسب القانون، وعلى حسب قانون 2180 اللي هو اول قانون منظم المهنه اللي يمكن له يدير التلقيح ديال حملات التلقيح، خاصو يكون طبيب بيطري زائد انتداب. هذاك الانتداب تعطيه له وزير الفلاحه، تحط واحد الطلب بالمعلومات ديالك وبلا فورماسيون ديالك، هما الناس اللي يمكن لهم يقوموا بالتلقيح، دونك هما الاطباء البيطريه. نعم. يعني بالنسبه للدور ديال هاد يعني التعليف، واش كتنصحوا الناس او الكسابه يعطوا واحد نوع معين ديال العلف ولا ديال التسمين؟ هو العلف جميع الاهلاف هي نباتيه، ما عندناش مشكل في النوع ديال العلف. تنصحوا حنا الناس على حسب باش ما تكونش الشحمه بزاف، على حسب الناس دابا المواطنين ما بقاوش يبغيو داك الشحمه بزاف، تيبغيو خفان يكون فيه اللحم اكثر، دونك تنعطيو اعلاف اللي فيها بلوس البروتيين كو لا ماتيغ غاس، دونك تنصحوهم بشي اعلاف. ولكن حتى الاعلاف دابا اللي تتكون ديال المعامل تا هي تيكون فيها واحد البورسونتاج ديال لي بروتيين 13% ولا 14 ولا على حسب التركيبه، واش البدايه ديال العلف ولا في الاخر ديال العلف، تنصحوا بها. وتيكون فيها فيتامينات، هادشي كامل من نباتي، ما فيهش خطوره على المواطنين ولا فيه شي حاجه اللي كما قلتي في الاول في التدخل ديالك، هما المواد اللي كانت ممنوعه وهي اللي تنحاولوا نراقبوها باش ما تكونش شي استعمال ديالها بحال داك اللي كانت وقعت لنا في خضار اللحوم، نفايات الدجاج ملي كانت وقعت لنا في 2017. هذيك نفايات الدجاج كانوا بعض الكسابات يستعملوها تيخلطوها في العلف. دابا اللي كنا اتفقنا ملي كان وقع المشكل ودخلنا في هاد المواقبه ديال الانتاج من الاول للاخر، مربين الدجاج ملي تيبغيو يبيع داك النفايات ديالو خاصهم يبيعوهم للشخص اللي غيستعملو في الارض وبالترخيص في السمد، ويبيعو بالترخيص وعارفين عند من تيمشي، يعني حنا عارفين المسار ديال هذا بالفعل، ما بقاش داك البيع ديال. ودابا حتى المصالح ديال الدرك الملكي في الطرق لقاو شي متبعين، لقاو شي شاحنه هزه داك نفايات الدجاج تيطلب منه الترخيص ديال البيع. نعم. بان هزو. نعم. وبالنسبه للخضرار ديال اللحوم، واش فقط هذا السبب ديال البقايا الحيوانيه ديال يعني ديال الدجاج، ام عنده شي سبب اخر؟
مثلا في التبريد ولا في الذبح ولا في الوضع. بالفعل هو هي ماشي سبب واحد ولكن أسباب متعددة، أسباب متعددة، وكل واحد كان عنده واحد النسبة اللي عطاك خداها. كاين استعمال نفايات الدجاج، كانت استعمال كما قلتي دردك، وكانت الحالة ديال التعامل، تعامل المواطنات والمواطنين مع الأضحية، لأن كان ولي يجينا العيد في الشراس الساخنة من يوقع المشكل في 2017، وتم المراقبة ديال هذا الشيء، زائد الوصلات التحسيسية اللي تنقوموا بها المواطنات والمواطنين باش ما يخليوش داك اللحم يبات يتفصل في العشية، باش التبريد ما يكونش، ما يحطوش اللحم شي فوق شي، يتحط شي حداشي أفقي ماشي عمودي باش البرد يدخل ليه، ما يكونوش قطع كبار ديال التجميد باش يدخل لبرد الثلاجة، زائد نراقبوا بأن الثلاجة مزيانة، ولكن المهم هو أن الذبح والسلخ يكون في مكان بارد ويتم بسرعة، وما يخليوش الناس اللحم معلق في الحال سخون مع دابا الصيف. نعم، تكلمنا على الذبح يعني قبل اقتناء الخرفان، يعني باش ننصحوا الناس؟ النصيحة اللي مهمة هي في اقتناء الخرفان كما قلت، أولا نشريو داك الخوف ديالنا مع شي واحد تنعرفوه، ونشريو عنده الحلقة، باش هذيك ماشي علامة الجودة ولكن علامة بأننا لو وقع شي مشكل نعرفوا مولاه شكون. هذه النقطة الأولى. ثانيا الخوف ملي تنبغيو نشريوه، كما واخا ما نكونوش كاع أطباء بياضاء كما كانوا تيقولوا لنا والدينا، أولا خاصو يكون فايق ونشط واقف ونشط، تيجري تشدو بالزز، ماشي خوف مخي، تيبان لك السيد هازو وتنقز ليه وداك الشيء، دونك هذا تيبين بأن الخوف صحة جيدة. تمشيو له الأنف ديالو، ما تكونش شي إفرازات كاينة في الأنف، ما تكونش لا خضراء لا بيضاء لا مال حتى شي حاجه، خاصو يكون الانف ديالو يكون تيكون شويه فيه ديال الرطوبه، شي شويه نقيطه ديال الرطوبه صافي. من بعد نقدروا نحلوا ليه فمو. القضيه اللي كانوا تيديروا والدينا كانوا تيحلوا الفم باش يقلبوا على السنان، هي فيها جوج عمليات، السن اولا، ثانيا تشوف واش ما فيه لا حبوب لا والو. دونك هذه عمليه كانت تنشوفوا والدينا تيقلبوا، ما كناش نعرفوا علاش، دابا تنعرفوا علاش، سنقلبوا ليه فمو بان ما فيه لا حبوب لا والو، لسانه منفوخ لا والو، الا كانت وجود ديال الحبوب فمو ولا عنده لسانه منفوخ تتبين بان عنده واحد المرض. دونك هذه الحالة الثانية. ثالث حاجة ما يكونش البطن ديالو من فوق، لا من الجهة اليسار لا من الجهة اليمين، لا عقلتو عملية الغش اللي كانت تدار شحال تيكون عطاوه الماء والملحة، يدخل الخوف عندي تفش. دونك خاصنا نمشيو للجهة ديال اليسار ديالو، وما يكونش من فوق، تكون لقفنا من اللور يبان الخوف بحال اليمين بحال اليسار. هذه الحاجة الثانية. ما يكونش عنده إسهال في المخرج ديالو، ما يكونش داك الإسهال تيبان لك فازك وداك الشيء الإسهال راه باين تيعرفوه الإخوان ديالنا. دونك هادو هما الحالات المهمة ديال اقتناء الخوف. من بعد خاصو من يجي المحل ديالنا، احسن حاجه هي داك 12 ساعه الاخر ما ياكل ما يشرب، 24 ساعه يشرب. دونك جبناه مثلا العيد غدا، خاصو من دابا ياخذ الماء 6 العشيه غندبحوه مع 8 الصباح، ما ياخذ لا ماء لا ياخذ لا لا علف. الماء عشان نعطيوه الماء باش يجي في السليخ سهل، الماكله عشان نحبسوها باش ما توقعش عندنا واحد تتكون المعده ديالو عامره، تكون المعده ديالو عامره فداك السليخ وداك الشيء تيدوزو داك لاجام اللي تيكونوا عاديين في الكاش ديالو تيدوزو لنا اللحم. دونك خاصو يكون عنده اون ديت ادريك واون ديت ديال الماكله. دكتور بدر ناشر الوزاني رئيس الهيئه الوطنيه للاطباء البيطره، شكرا جزيلا لك وعيد مبارك سعيد. الله يبارك فيك. شكرا جزيلا. شكرا للمشاهدين الكرام.